الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يسأل بعض الفضلاء على زيادة مغفرته عند رد السلام، عند إلقاء السلام نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما قول الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرد نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. روى البخاري في التاريخ حديث البيهقي عن زيد بن أرقم وصححه العلامة الألباني، وهذا يعضد ما رجحه ابن حجر من مشروعية الزيادة بهذه اللفظة. والله